نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الله سبحانه وتعالى يبتلي إبراهيم، والبلاء تحقيق الولاء، وأصدقكم ولاء أشدكم بلاء. ولقد ابتلى الحق سبحانه خليله عليه السلام بما فرض عليه وشرع له، فقام بشرط وجوبها ووفى بحكم مقتضاها، فأثنى الله عليه الله سبحانه وتعالى بقوله وإبراهيم الذي وفى. من التوفية أي لم يقصر بوجه البتة. يقال حمله أعباء النبوة، وطالبه بأحكام الخلة، خليل الله سبحانه وتعالى. وأشد بلاء له كان قيامه بشرائط الخلة، والانفراد له بالتجافي عن كل واحد وكل شيء، فقام بتصحيح ذلك مختليا عن جميع ما سواه سرا وعلنا. كذلك إبراهيم لم يلاحظ جبريل عليه السلام حين تعرض له وهو يقذف في لجة الهلاك، فقال هل من حاجة؟ قال أما إليك فلا، إني جاعلك للناس إماما. والإمام من يقتدى به، وقد حقق له هذا حين خاطب جميع الخلائق إلى يوم القيامة بالاقتداء به، فقال ملة أبيكم إبراهيم، أي اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم، يعني التوحيد، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا هو تحقيق الإمامة ورتبة الإمامة، أن يفهم عن الحق ويخاطب الخلق ويكون بظاهره مع الخلق وبداخله مع الله، كما كان إبراهيم عليه السلام وما كان محمد صلى الله عليه وسلم. وحين قال إبراهيم وقال ومن ذريتي، من باب الشفقة عليهم، فطلب لهم ما أكرم به أن يجعلهم إماما مثله، فأخبره أن ذلك ليس باستحقاق نسب أو باستجاب سبب، إنما هي أقسام مضت بها أحكام. فقال له لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين. وليس هذا كنعيم الدنيا، الإمامة والخلة والعلاقة المقربة من الله ليست كنعيم الدنيا والأكل والشراب، هذه يعطيها الله لهؤلاء الذين لا يعني ليس لهم تلك المرتبة، فهي لا ادخار لها عن أحد وإن كان كافرا. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر
قال فأمتعه قليلا، خليه يتمتع بالدنيا، الدنيا ما لها قيمة. نعم، يعني ليس للدنيا من الخطر ما يمنعها عن الكفار، ولكن عهدي لا يناله إلا من اخترته من خواص عبادي. أما الطعام والشراب فغير ممنوع من أحد، وأما الإسلام والمحاب فغير مبذول لكل أحد. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي يا محمد اذكر حين جعلنا البيت يعني الكعبة مثابة للناس إليه يثوبون، ومأمنا لهم إليه يرجعون، وإياه من كل نحو يقصدون. هو بيت خلقته من الحجر، ولكن أضفته إلى الأزل، فمن نظر إلى البيت بعين الخلقة انفصل، ومن نظر إليه بعين الإضافة وصل واتصل، وكل من التجى إلى ذلك البيت آمن. آمن، وكل من التجى إلى ذلك البيت أمن من عقوبة الآخرة إذا كان التجاؤه على جهة الإعظام والاحترام والتوبة عن الآثام. ويقال بني البيت من الحجر، ولكنه حجر يجذب القلوب كحجر المغناطيس يجذب الحديد. بيت من وقع عليه ظله أناخ بعقوة الأمن، بيت من وقع عليه طرفه بشر بتحقيق الغفران، بيت من طاف حوله طافت اللطائف بقلبه، فطوفة بطوفة وشوطة بشوطة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. بيت ما خسر من أنفق على الوصول إليه ماله، بيت ما ربح من ضن عليه بشيء، من زاره نسي مزاره وهجر دياره، بيت لا تستبعد إليه المسافة، بيت لا تترك زيارته لحصول مخافة أو هجوم آفة، بيت ليس له بمهجة الفقراء آفة. بيت أي بيت الله المعمور، بيت الله الكعبة، بيت الله الحرام، بيت من قعد عن زيارته فلعدم فتوته أو لقلة محبته، بيت من صبر عنه فقلبه أقسى من الحجارة، بيت من وقع عليه شعاع أنواره تسلى عن شموسه وأقماره، بيت ليس العجب ممن بقي عنه كيف يصبر، إنما العجب ممن حضره كيف يرجع. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، عبد رفع لله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة جعل أثر قدمه قبلة لجميع المسلمين إكراما لا مدى له. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حج بيته هذا العام. آمين آمنين يا رب العالمين. نحن في شوق كبير، يا رب إذن لنا يا رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المستغفرين، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لوب ريس الكمر الله بيدنا سهر وفريد خنك في أفوشير بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى سيد سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى براطر إبراهيم عليه السلام. الله سيد أوك مينس أت إب أبراهام ساتس ببروف أف سين هره
Och att han fullgjorde alla hans befallningar. Allah satte Abraham a.s. en stora profet, profeternas fader, på prov. Gav honom stora ansvar. Och Ibrahim a.s. fullföljde alla hans plikter och befallningar. Gud sade då till Ibrahim: Jag ska göra dig till en fördöme för människorna. En förebild, fördöme för alla människorna. Alla som kommer efter dig, Ibrahim. Ibrahim a.s. då, han vill att också hans barn och hans släkt efterkommande, han sa, och Gud och mina efterkommande. Allah vill lära honom en läxa. Allah sa till honom: nej. Inte. Allah säger, Gud svarade, mitt löfte omfattar inte synderna. Så det handlar inte att du är son till den här personen. Det handlar hur mycket du fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Hur mycket du sköter dig. Och sen Allah säger, och minns att vi gjorde helgedomen till en samlingplats. Helgedomen, det betyder gamla huset. Alltså Bayt al-Haram, Kaaba, Mekka. Och minns att vi gjorde helgedomen till en samlingplats för människorna. Och en fristad. Alla är trygga där. En fristad för förföljda. Välj därför platsen där Abraham en gång stod för er bön. Och vi gav Abraham och Ismail uppdraget att rena helgedomen för dem som ska vandra runt den. Och för dem som där ska dra sig tillbaka i stillhet. Och för dem som ska böja rygg upp knän och falla ned på sina ansikten i tillbedjan. Så sa Allah till Ibrahim och Ismail: ni ska rengöra den här platsen, för det ska vara ren. Och där ska vara dyrkan endast alena till Allah subhanahu wa ta'ala. Och då Abraham bad: Herre, gör detta hela området. Omkring huset. Gör detta till ett tryggt land. Och ge dess folk, de bland dem som tror på Gud och den yttersta dagen, De frukter de behöver i sitt uppehälle. Frukter kommer nu till Saudiarabien, till Mekka, från hela världen. Och den här året har varit så mycket regn. Alhamdulillah, om man tittar alla slätten där och gröna. Mycket regn och snö till och med i de där områdena. Och floder, subhanallah. Ja, sade Gud, och den som förnekar tron, honom skall jag skänka välstånd under någon tid. Sedan skall jag överlämna honom åt eldens straff. Ett i sanning fasanfullt slut. Vi söker skydd hos Allah från det här slutet. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att ge oss möjligheten det här året, inshallah, att göra hajj. Att göra belägringsfärden. Att färda det i det gamla huset. Att färda till den där helgedom som Abraham och sonen Ismail har byggt. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Innaka afuun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana gfir lana wa liwalidina. Wa li ashabil huquqi alayna. Allahumma hayi' lana hajj baytika hadha al'am. Allahumma ad'una ila baytika ya rabbal alamin. دعوة مقبولة مستجابة يا رب العالمين. يا الله فرج عن أمة الإسلام. يا الله أعز الإسلام. يا الله أعز أمة الإسلام. يا الله فرج عن المسلمين في كل مكان. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله. إن الله يوم العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.